Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyrafa. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyrafa wa astainu في ألفي مقصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجاز وترصف البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية تبني معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستجيب ثنائي الجميلة والله يقضي بحيبة وفرالي وله في درجة الأخيرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للإسم تمييز حصل بتفعلت وآتت سيفعل ونون أقبل النافع ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشاء وما بي الأفعال بالتمز وسيم بنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن للنون مهل فيه هو اسم النحو صهو حيهال والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدنك الشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مبشر ومن نون إناس كيرعن من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وسكن كان ورفع والنسب جعلا إعراب الاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص فعل بأيا جزما فارفع بضم وسيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير وارفع بواو وانسيبا بالالف وجر بياء اما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان شحبات ابانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضبنا لليك جاء أخ أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أليم وارفع بواو وبي يجر وسيب سليم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو
وعلمنا عليونا وأرضنا شاد واسنونا وبابه ومثل حين قد يلد ذا الباب وهو عند قوم يطلد ونون مجموع وما به التحق فتوقل من بكسره نطق ونون ما تنيا والملحكم بعصي ذاك استعمله فانتبه.